سؤال، إلا بغات مراتك أو بنتك تدير الدعارة، واش عندك مشكل؟ غادي نريح معاها وغادي نشوف اش من النوع ديال الدعاره غادي دير. الا كانت شي حاجه اللي كيهضر عليها بحال السي زروالي قبيله، الا كانت غادي تصدق يعني شي بلاصه ما فيهاش حمايه، شي بلاصه فيها، غادي نقول لها لا. والا بغات دير الدعاره الراقيه ما عنديش مشكل دير الدعاره الراقيه، خيارها هذاك الخيار ديالها، وانا ما عنديش الحق نحبسها من الخيار ديالها. وشنو كتقصد بالدعاره الراقيه؟ الدعاره بحال اللي كاينه في المانيا، بحال اللي كاينه في بريطانيا، كاين قانون كيحميها، وكتمشي مع شي واحد حتى كديكلاري راه غنمشي مع فلان، وكاينه حمايه، وكتدخل $300 $400 في نص ساعه. هذه دعاره راقيه في المانيا وفي بريطانيا، وهاد البنات عايشين واحد يعني خدمه تاعها، خدمه خاصك تعرف ان اقدس خدمه في الوجود هي تكون عاهر. كون كنت انا مرا نولي عاهر باش نجيبها من السقف حنايا، انا كون كنت مرا غادي نولي عاهره، لانها خدمه زوينه بزاف، خصوصا الا كانت زوينه حيت كون كنت مرا ما عرفتش راسي كيفاش غتكون زوينه ولا خايب، ولكن الا كنت مرا وزوينه غادي نخدم في الدعاره لانها مربحه وما كتادي حتى واحد. نقول لك واحد الحاجه، شتي سيلز بيرسون، الناس اللي كيخدموا في البيع، عندي هذوك الدعيره تحسن منهم، على الاقل العاهره كتمشي معاها وكتاخذ شي حاجه حقيقيه. بعض المرات هذوك اللي كيبيعوا ويشريوا كيبيعوا لك شي حاجه انت ما محتاجهاش، ويبيعوا لك بالكريدي اللي ما عندكش فلوس ديالو. اما العاهره غالبا كيكون عندك فلوس كاش وكتستمتع مع راسك مزيان. فبالنسبه لي انا العهاره مهنه مقدسه ونبيله، وماشي جبتها من راسي هذه الهضره. العهاره كانت مقدسه في العراق، كانت مقدسه في الهند، وكانت مقدسه في مصر القديمه، اللي هما اقوى ثلاث حضارات في العالم، اللي هي حضاره ما بين النهرين، والحضاره الهنديه، والحضاره المصريه. فالدعاره كانت كدار في المعابد، وخاصنا نحيو هذا الشيء، خاصنا نحيو ونردوا للدعاره القدسيه ديالها والاحترام ديالها، لان وما نخلوهمش، لانك ملي كنمنعوا الدعاره بحال دابا في امريكا ممنوعه، في كندا ما عرفتش، في شي دول ممنوعه، تما كتلقى العاهرات كيتكرفصوا. ولكن في الدول اللي العاهره كتمشي راسها، كتاخذ انا عاهره مستقله، العاهره المستقله مزيانه كتدخل الفلوس بزاف، ولا ديك اللي كيقولوا لها شوكر دادي ولا شناهي، كتمشي مع الناس اللي لاباس عليهم. كاينه مواقع لهذا الشيء دابا، والناس حامين وكيديروا داك الشيء ومبرعه مع راسها مزيان مزيان. فانا كنشجعهم هذوك، وكنعتبر هذه مهنه محترمه جدا، ومهنه نشجع عليها الناس اللي كدوا يديروها. هي البورنو،